تعرف ننجح في المشروع؟ ننجح معاك. بكم نبيع الشمس كل واحد؟ 20 حتى 50. انا كنت نبيع الواحد 100 ريال. انا الصواب. بالله ما بيشتري منها. اذا كل الناس يشتري منها. بإذن الله. افك الباب. بسرعة يلا. زنوبة اسمها حقت أمي منة الله يرحمها، يا من ضربت بها وخلتني رجال الحمد لله. ايش تبى دحين انتوا هنا متجمعين؟ ايش تبوا؟ الزبدة يا ابوي، نبغاك تعطينا الجمس. والله ما تشموا انت هو يا تعبان، عشان تزدحوا لي اخته وتمشوا لي هو على السقف. عليش؟ قديم معفر قديم مري 94 موديله، الناس دحين وصلت 2021، جيمس فلة شاشات وشروط وكل شيء، وانت هيك العظمي حقك من جوه ما في شيء. الهيكل العظمي هذا تترك عليه شالك. ولا انا عندي فلوس ترى اقدر ادق واحد 2000 كم هو اخر موديل ايش اسمه 2021 اقدر ادق واحد وشاص طويل كمان ودينالي لو تبغى بس حرام فيكم قدركم هذا الجيمس ال94 اللي تقول عليه معفن اصبر خالي ننجح في المشروع الشباشب وباذن الله راح اشتري منك الجيمس 94 واخليه مخزن شباشب روح يا واد يا فقه ما اصلك يا واد بشباشبك هذه لو قدرت تفلل لي البنزين حق الجيمس تعال قابلني ابويا هدي اسحب العذاب ازور الشيخ اسمع ابويا بنبيع الشباشب ما حنشتري الجيمس بس تعال معنا انت خلاص احسن تعال معنا تعال معاكم طيب خير ان شاء الله بس خلينا اشد قدره الضغط لاروح الفجر اي موافق خلاص اهم شيء خلاص نروح فارقوا يلا حالي انا متحمس انا متحمس كيف بوزع دحين انا نفسي اعرف يعني عاد الشباشب بتبيعوه ايش بتجيبوه يعني انا مقصر معاكم بشيء يعني ما قلنا له احنا ما يدري اشتري بي سي ابويا اشتري سيت اب سوي سيت اب كده فخامه لمبات وار جي بي وحركات ايش ار جي بي ايه والسيز المتطورين يا شباب اصلك ار جي بي ابغى قصد الوان وزي كذا والله انتوا فاضيين من جد فاضيين شوف انا احطكم وابعد عنكم هيا حسسني ان عوائل اللي حطنا على البلاد ونروح خالي ايش فيه؟ انا متحمس ابر من الناس بالشباشب قصدي بوزع للناس شباشب وبيع لهم شباشب والله هم حيرموك في الاخير شكله لا انا من بعيد لبعيد حق عود خالي والله المشروع ده ما سوى ولا واحد زينا احسن مشروع في العالم صح. شباشب على الطلب اي لون تبغى وتشوف انت يا واد اهلا لك فك الباب يا واد السيارة ما انا متحمس والله متحمس مره متحمس فك خالي بيع الشباشب كسره والله كسره سلام يا سلام ابوي بلا ابوي كده ها واحد اثنين خلاص افتح يا شمشم سويتها هذا الشباشب هي رزق بعد الله هذا وجه لو انباع شمشم الفرن عبد الرزاق شيل الفرن انت يا ولد بدل ما تبيع جيب حط حمامات البيت يلا بيع الله يوفقكم انا بروح هناك على جنب شيء يسوي خلفية للمحل عشان الزباين يجون. تعلمت أبوك شوف وصف فنان مري فنان. أتعلم وتعلم وشوف كيف. بطبخ سيء. دحين إيش يسوي اسم المحل؟ أنا عندي اسم فلة مري فلة. نسمي المحل عائلة الشباشب شباشب رقبتك هذا نهايتنا عائلة الشباشب ساعة
سمي محل امي منى الله يرحمها للاحذيه. خالي عليك افكار زي وجهك، مو حلو الاسم مو حلو، وثاني شيء انت لما تجلس هنا انا متاكد الزباين كلهم راح يشردوا. لا اسمع شوف، سميه محل الاحذيه والشباشب والكروكسات. والجزمه في وجهك على كيفك. اسمع اسمع، انا عندي فكره. ايش؟ عبد السلام للاحذيه. لا مو حلو. لا حول ولا قوه الا بالله، الوغد هذا مره فاقع قلبي. اقوم انكد عليه دحين الشباشب اطبعها فيه دي، لكن الشيء اللي مفرح قلبي انه البزوره ما شاء الله يعتمدوا على نفسهم، هذا الشيء اللي عاجبني. ولا مشروعهم زي وجههم انا عارف، بس يلا ايش بنسوي؟ خلاص يا ولدي سمي اللي تسميه. لا ما عندي فكره. قول. ايش اسمه؟ اسم محل عبد السلام. لا مو حلو، انا جاري اسم فله. ايش؟ اسم المحل نسميه شبشوب. خلاص شبشوب شبشوب. الله يدينا خير الاسم هذا. والله حلو الاسم. ايوه حلو، التخاني عجبه شبشوب، خلاص حتى نلونه كمان، جميع الالوان. اول شيء نحط اللون الاحمر. حرف الشين. والله فله فله المحل، صدقني راح ينجح المشروع باذن الله. شبشوب خلاص خليه هنا عشان الجمهور ولا كل الناس تجي هنا. تعالوا يلا ايها الناس اقبلوا الينا، لدينا شباشب شباشب، تعالوا شبشبوها شبشبوها. تعال هنا 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 هنا، تعال تعال شو سيب طن. احنا ما احنا معبرين في المدينه. لا لا تعال 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 هنا، في عندنا شباشب اشتري مننا بقوه. جاك اول زبون، الله يستر. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام، تفضل. ايش الشباشب البيضاني؟ ما في الوان ثانيه عندكم؟ في الا اختار اي لون، اختار اي لون ايش تبغى. قول. في اتحادي؟ في اتحادي، تبغى نصراوي هلالي اي شيء. لا انا عشق لي انت يا حبيبي. خلاص لعبتنا لعبتنا دي، الحين نظبط لك احلى الوان على الطلب. اوف يعني شبشب طازه على قولك. طازه الحين جديد. يلا هيا هيا ورينا ايش بتسوي يا ولد. أنا شايف في فرن عندكم، إيش تبيعوا بيتزا ولا عيش باللحم؟ اصبر اصبر. أيوه يا معلمة يا ولد. اصبر دقايق، والسر مظبوط، فرن يلا فرن. والله أنتوا سكيتوا على أم الورش يا ولد، والله لو في فرن كبير كان جبت أم الكابوروس ودخلته. والله فلة، بس صغير الفرن ده صغير. دقايق واستوي إن شاء الله. تطوروا نفسكم مستقبلا. إن شاء الله دي أول مشروع عشان. جيبوا فرن كبير وتدخلوني أنا بكبري أحسن. لونك عادي. جاهز. جاهز. شوف. هيا هيا. والله اتحاد حتى الشريط عريض، الطقم الجديد حق نتي. امسك امسك. شكرا. فلوس هذا فلوس. كم؟ 10. بس 10 والله يا بلاش يا وي. يلا توصى والعشق يجري في دمنا. يلا بينا اشتري مننا يلا. اديله حرق زنبيله، والله تنكتوا الزباين، والله كده حنبش منهم حق البنزين. الجمس ابوي يشرف ابن اللزينة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. وش عندكم؟ نبيع شباشب. ما انا شايف الا لون ابيض، ما في لون بني. في اي لون، اي لون تبغى، اعطيني لون بني. لون برونزي. وش تبخ اللي هو؟ بيعرف الشغل الخاص، اضبط لك على شبشب. روح. انا رايح اطلع واحد لون بني. ما ينعدل. ما ينعدل. اصلي ده. طيب خلاص. يلا. اصلي يا ولد فصلي. 10 ريال 10 ريال. يا ها ها معليش يا ولدي ها. هذه 10 يلا. هي. هي. يس. ايش؟ شمالي فويله وروج اللي قوي. مبسوط مبسوط راح. يلا تعالوا تعالوا.
دخل بسرعه بسرعه فشواش حكيت الجدر يفتلك نكبت الجدر يا شيخ راسي راسي يوجعني راسي يوجعني امشي بشواش على مهلك نشوف ايش في ايش في بتقعد بتفشخ اخته دحين حيفشخه كيف الاخر شغل مستك لا قول كيف لقوه حلو والله انجاز بصراحه هو جميله الغوريلا هذه من اخذها سلام استاذ نفس الشكل في شبك انا حتفشخ لك البي سي ثقيله خلاص اطلع بداله فوق لا لا حتخنزلنا على الدرج الاول يلا يا بابا بابا يلا يا بابا ايش بابا بتروح تنام ناموا بدري ايوه عشان تصحوا بدري ولا حتى انت وصلت فجر يلا تفضل فجر لا حدا اللي حصحيكم ان شاء الله الام سهاري على فورتنايت انا انا انت انت انا برا قاعد ابوي فين ابوي فين ابوي ابوي من جدك انت لا انا منتن برا يا بزرع انت رزق ما تسوش شبشب ما عندك شبشب زايد لا بروح ابيع عشان ثاني راح اشرب بي سي ثاني والله يكون احسن ايش تمزح معاه ابغى العب فورتنايت عند الاصدقاء يستنوني دحين بنزل بالزلاجه كذا انا اسوي برا برا السلام البي سي والله ما خليته هنا طيب ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ وانا تعب والله ما خليته هنا دور دور رضاع دور رضاعة دور رضاعة الله يفتر شيطانك ايوه اقتل اديله بس ايش هذا؟ مرة مو وقت والله يفتر شيطان امي يوم قتلته قام طنطفت الله يطفي عبد السلام يا مجنون قاعد ينادي خالي قربنا عليه اوه فكرة حلوة احسن استغله خليه ترى مرة ما ياخذ جوال احنا هذه العاب حقتنا ما يحبها جد ايوه صح امشي نروح نبيع شباشب برتاله يلا بس دي الجيم تاني بي سي روح يا واد يا فوق ما اصلك ايه تمام يلا اكشن والله شكله فله بلاك يا عبد الرزاق شكله فله رهيب شوف بروفيشنال